بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم مع القدرات العسكرية التركية المذهلة، زورق مسير بأنظمة مسلحة. هذا الزورق التركي اسمه سيدا، يسمى بحارس الوطن الأزرق، أول زورق مسلح بحري مسير في تركيا، توكل إليه مهام مراقبة المياه الإقليمية التركية في بحر إيجا والبحر المتوسط. جرى إنتاجه بجهود وطنية مشتركة من مواد مبتكرة ومركبة متطورة، ويتميز بالقدرة على التحكم به عن بعد. تضم مهامه البحرية الاستطلاع والمراقبة والمرافقة المسلحة وحماية القوات البحرية وأمن المنشآت الاستراتيجية. وعملية إنزال الزورق إلى المياه في البحر ستتم نهاية الشهر الجاري بعد إجراء الاختبارات النهائية لأنظمة التحكم عن بعد والقيادة المستقلة. أول زورق مسلح مسير غير مأهول في تركيا، ودوره فعال في التقليل من الخسائر البشرية. زورق سيدا يمتلك نظاما للقيادة التلقائية والمستقلة القادرة على التحكم في جميع تحركات. لا شك أنه ابتكار واختراع مذهل لتركيا، تركيا التي حازت الجو وسيطرت من خلال المسيرات، ها هي الآن أيضا تسيطر على البحار من خلال الزوارق المسيرة الغير مأهولة. أنهت شركتان تركيتان صناعة النموذج الأولي في سابقة لأول زورق مسلح غير مأهول مسير عن بعد، والذي من المخطط أن توكل له عدد من مهام حماية الوطن الأزرق الممتدة على طول المياه الإقليمية التركية حال تدشينه نهاية ديسمبر الجاري. وتمكنت شركتان للصناعات الدفاعية وشركة حوض بناء السفن أريس التركيتين من صناعة نموذج أولي لزورق مسلح غير مأهول مسير عن بعد يحمل اسم سيدا. سيدا عين الوطن الساهرة. ويتميز زورق سيدا الذي يعتبر أحد أهم الصناعات الدفاعية التركية بقدراته الفائقة على حراسة ومراقبة المجالات البحرية، بالإضافة إلى قدرته على قطع مسافة تصل إلى 400 كيلومتر في المرة الواحدة، وبسرعة تصل إلى 65 كيلومتر في الساعة، فضلا عن امتلاكه أنظمة اتصالات مشفرة محلية الصنع وقدرته على المراقبة الليلية والنهارية. ويعد الزورق الذي جرى إنتاجه بجهود وطنية مشتركة من مواد مبتكرة ومركبة متطورة، ويتميز بالقدرة على التحكم به من بعد من مقر قيادة ساحلي أو مركبات متنقلة على الساحل أو منصات عائمة في عرض البحر مثل حاملات الطائرات والفرقاطات. سيدا قدرات فائقة ومهام متنوعة. وتتوقع الشركتان المنتجتان أن يلعب الزورق المسير دورا كبيرا في تنفيذ مهام عملياتية متعددة، حيث تلعب إمكانياته الشيء الكثير، ما يفرض تواجده بقوة في الساحة الإقليمية سريعة التقلبات والأحداث. لا شك أن تركيا التي تنقب في أكثر من بحر، لا شك أن تركيا التي تخوض صراع في بحر إيجا والمتوسط والبحر الأسود وتتواجد في رقعة مائية هائلة، تحتاج بالفعل إلى تقنية متميزة في إطار البحار. ويتسع دور سيدا لكثير من المهام البحرية كالاستطلاع والمراقبة وعمليات الاستخبارات والمرافقة المسلحة وحماية القوات البحرية وأمن المنشآت الاستراتيجية والحرب السطحية والحرب غير المتكافئة وغيرها من الاحتياجات العملياتية المختلفة. ويمتلك سيدا قدرات فعالة في مجال المشاركة في عمليات مشتركة مكونة من عدد كبير من الزوارق المسيرة، وتنسيق تلك العمليات مع الطائرات بدون طيار والطائرات المأهولة، وتشويش أنظمة اتصالات العدو في بيئة الحرب الإلكترونية، ويمكن تزويده بأنظمة اتصالات واستخبارات، بالإضافة إلى كونه مركبة بحرية مسيرة
يتم التحكم فيها عن بعد، فقد جرى تجهيز سيدا بقدرات متفوقة ومتطورة لخوض العمليات العسكرية البحرية، وميزات أخرى تتعلق بالذكاء الاصطناعي والقيادة المستقلة، أي أن سيدا يستطيع أن يتحكم في نفسه وأن يقود بنفسه وأن يستفيد من الذكاء الصناعي في تحديد الأهداف وتحديد كيف يتحرك وكيف يختفي. كل هذه القدرات يستطيع أن يقوم بها هذا الزورق الفائق القدرات. حارس الوطن الأزرق يدخل الخدمة. تستعد الشركتان المنتجتان لإنزال زورق سيدا إلى البحر نهاية ديسمبر كانون الأول الجاري، ليبدأ بمهام عملياته تساهم في حماية حدود الوطن بعد أن أتمت الشركتان المصنعتان له الاختبارات اللازمة، بالتعاون مع شركة روكستيان التركية لصناعة الصواريخ. وقال أوتكو أولانج مدير عام أريس أن شركته تشعر بالفخر لأنها ساهمت في إنتاج أول زورق مسلح بحري مسير في تركيا، لافتا أن الزورق المذكور سوف توكل إليه مهام متعددة لحماية الوطن الأزرق بعد دخوله للخدمة وإنزاله إلى عرض البحر. وأوضح أولانج للأناضول أن إنتاج الزورق جاء بالدرجة الأولى لتوفير تقنيات حربية بحرية للقوات المسلحة والمساهمة في مراقبة المياه الإقليمية التركية في بحر إيجا والمتوسط، وتابع سيدا قادر على توفير خدمات مهمة في حل مشاكل مراقبة المياه الإقليمية ورصد تحركات العدو لا سيما في الجزر الصخرية والمناطق الضيقة الأخرى، إضافة إلى قدرته على جمع المعلومات الاستخباراتية والاشتباك المباشر مع العدو. وأضاف ألانج إلى أن عملية تصنيع الزورق المسلح والمسير سيدا التي تخللها دراسات وأبحاث متعددة الأوجه بدأت قبل حوالي 3 سنوات، واصفا الزورق بأنه سلاح فعال أكثر من كونه مركبة حربية بحرية، شراكة لصناعات مبتكرة. ولفت مدير عام شركة حوض بناء السفن أن شركته رغبت بالتعاون مع شركة ميتكسان للصناعات الدفاعية لدورها المهم الذي لعبته في تطوير أنظمة التحكم عن بعد والقيادة والأنظمة المستقلة وتطوير البرامج المحلية وتوفير البنية التحتية للاتصالات المشفرة. وأشار أولانج أن عملية إنزال الزورق سيدا إلى مياه البحر ستتم نهاية الشهر الجاري بعد إجراء الاختبارات النهائية لأنظمة التحكم عن بعد وأنظمة القيادة المستقلة، ليبدأ بالقيام في مهامه العملياتية فور ضمه إلى ملاك القوات المسلحة التركية. ونوه أن شركته أكملت تصميمات جديدة لقوارب مختلفة بقدرات فعالة تعمل في مجالات المراقبة والاستطلاع والمساعدات الإنسانية ومكافحة الحرائق والإخلاء وإنقاذ الضحايا ورصد الغواصات والحرب الإلكترونية. بدوره قال نائب المدير العام لشركة ميتكسان أردال توران إن شركته تنتج العديد من أنظمة البنى التحتية المستخدمة في المركبات الجوية بدون طيار وأنظمة الصواريخ. وأشار توران للأناضول بشعوره بالفخر لمشاركة شركته في صناعة أول زورق مسلح مسير غير مأهول في تركيا، مشددا على أهمية المركبات الحربية المسيرة في الحروب ودوره في الوسائل الدفاعية في التقليل من الخسائر البشرية. ولفت أن شركته توفر الأنظمة العسكرية ذات القيادة التلقائية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل، مشيرا أن الزورق المسلح والمسير سيدا يمتلك نظاما للقيادة التلقائية والمستقلة القادرة على التحكم في جميع تحركات المركبة من خلال الاستفادة من نظام التموضع العالمي GPS. لا شك أن هذه الطفرة وهذا التحدي التركي بعد العقوبات الأمريكية واستمرار تركيا في إدخال أنظمة عسكرية جديدة من السيطرة على الجو إلى السيطرة على البحار من خلال حارس الوطن الأزرق سيدا، هذا الزورق التركي 100% والذي سيعد نقلة نوعية هائلة في القدرات العسكرية التركية. متابعين الأعزاء، إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد
دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.